قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بجولة ميدانية مفاجئة بعدد من مستشفيات محافظة الجيزة، وبدأ الوزير جولته بتفقد مستشفى أم المصريين العامة، حيث أماكن انتظار المرضى وأقسام الطوارئ والنساء والولادة والصيدلية. ووجه عبد الغفار قطاع الطب العلاجي بسرعة إرسال لجنة لمستشفى أم المصريين لوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المستشفى وتنظيم الخدمات الطبية المقدمة بمختلف التخصصات لحل مشكلة التزاحم والتكدس بين المواطنين، فضلا عن توفير أسرة رعاية مركزة لحين الانتهاء من تطوير المستشفى.